شو اللي خلاكي تعملي unfollow للممثل جوليان فرحات؟ علاقتك فيه كانت غلطة أو نزوة تعتبريها؟ تعبتي من هالعلاقة؟ أو بتصنفي علاقتك كلها معه كخطأ ما كان لازم يستمر؟ جوليان فرحات بالنسبة إلي هو فنان كبير جداً من كتير جوا. في قصص متراكمة فوق هالفنان اللي هو مش مخلي العالم تشوف حقيقته. يعني صريح وجريء، بيقوم دايماً بتصريح نارية، ما بيعرف يوصل فكرته. هيدا اللي عم بيخليه يوقع بكتير من المحلات. عملت له unfollow، ما بندم على شيء أنا بيصير معي بالحياة، وأنا هيدا إنسانة مرق من حياتي. بس القصص اللي بيعملها على الإنستغرام يمكن، أو الانتقاد. ليش تركتي لجوليان؟ أنا ما بترك حدا، أنا ما تركت جوليان. أنا وجوليان صدقني رح تبين كأنه فلسفة أو شعر، أو نحن أصدقاء الحياة. أنا وجوليان فاهمين اللعبة صح إنسانية، لأنه هي صدقني كان في كنتوا صحاب تركتوا. ليش ببساطة ما بتقولي كنا أنا وياه فعلاً بعلاقة حب وتركنا؟ لأني حرة. وين المشكلة إنك تكوني أنتي؟ طب أنتي حرة وشخصيتك قوية وبتعرفي شو بدك. ليش ما بتقولي كنا بعلاقة حب وتركنا؟ وأحياناً الناس وقت تكون بتحب بعض وبتترك بتبطل بدها تشوف بعض بشكل يومي. يمكن بتبطل بدها تتواصل مع بعض. يمكن بجوز الصورة بتصير تستفز. يمكن ما بدي اختصرها بس على إني أقول كنا بعلاقة حب، يمكن كانت بعد أكبر وأعظم بكتير من إني اختصرها بهالجملة. انت في بينك وبينه لجوليان علاقه حب، وهذا الشيء ما له عيب ولا له غلط. انت بتحبي شخص وهو بيحب شخص، هل بتعتبري انه علاقه الحب كانت غلطه لحتى عملتي هذا الموضوع؟ لا 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 لا، مش قصه كانت غلطه، بس نحن مش لبعض. يعني بنرجع بنقول زهقتي ولا حسيتي انه من الاساس كانت غلطه؟ ولا هي ولا هي، صدقني برجع ولا بقلك. هي ولا هي التفارق ولا هي ولا هي وسابي ملل. شو السؤال؟ شو رجع اللي خلص احنا حبيبك ملل وسابي ملل. طيب لحظه، شو لا ناوي على الشر انت؟ لا لحظة. لا لا انت ناوي على لا لا ابدا ابدا. ارجع على محلك اذا بتريد. لا اذا بتريد. اذا بتريد ليش في كبايتين بايدك؟ تفضل اذا بتشرب. تفضل. او ماي جاد، قولي هالكوكتيل. اسمعي مني، اعطيكي طريقه مضمونه، اعطيكي طريقه مضمونه. اعملي هيك مثل هيك هيك 1 2 هيك. يا الله بكرهك. لا غبة مي. لا خدي لك كبعة مي بتمددوا هلا وبينزلوا على المعدة وصحتين وعافية. غبة مي مو طنجرة، طنجرة شربتي.